في هذه المحاضرة راح نتعلم على مهام عظيمة جدا من دون استخدام أي معادلة. سيتم تنفيذ مهام قوية ورائعة من خلال التنسيق المخصص. طبعا عندنا مجموعة من التواريخ، لو حبينا نغير في أسلوب طرح هذه التواريخ، يعني مثلا هنا راح نخلي اسم الشهر، يعني مكان ما يكون رقم راح يكون اسم الشهر، وهنا راح نخلي اليوم المصادف لهذا التاريخ. طيب طبعا في البداية راح نحدد هذه الخلايا، وطبعا راح نسحبها إلى هذه المجموعتين. طيب راح نجي نحدد هذه المجموعة، وطبعا نضغط كليك أيمن، ومن ثم طبعا تنسيق خلايا أو فورمات سيل. طيب نجي إلى مخصص. إذا لاحظ هنا عندنا طبعا DDMMYY، هنا DD المقصود به اليوم، والMM المقصود به الشهر. طبعا لو كان الMM 2 راح يكون الشهر رقم، طبعا نغير انجليزي. لو كان 3 او 4، يعني 3 او 4 لا بأس، راح يكون الشهر كتابة وليس رقما، مثل ما نلاحظ هنا 1IR 6IR وهكذا. جيد، لو حبينا نغير هذه التواريخ الى اليوم المصادف، يعني نريد نعرف هذا التاريخ يا يوم يصادف، طبعا نحدد هذه الأرقام وكليك أيمن عليهن، ومن ثم تنسيق خلايا. طبعا نجي إلى مخصص بنفس الطريقة. إذا كان هنا الدي اللي هو الدي، إذا كان 2 يعني معناه أنه راح يكون اليوم رقم، وإذا كان 3 أو 4 راح يكون، طبعا نخليها 4 التجربة، راح يكون اليوم اللي هو عنوان اليوم. طبعا احنا ما راح نحتاج الشهر والسنة، راح نحذفهم وراح نخليهم فقط دي دي، ومن ثم موافق. اذا لاحظ هنا عندنا السبت، السبت الخميس وهكذا.